بلدية الدور حاليا يعني المشاكل، احنا مشاكل اللي تواجه البلدية نحاول نتجاوزها. يعني تقريبا عمل البلدية اتطور خاصة خلال السنتين الأخيرة، يعني بالفترة ما بعد التحرير من عصابات داعش الإرهابية كنا نواجه مشكلة بالتخصيصات، بالمنح، بجور العمال. حاليا لا، الحمد لله والشكر، يعني تقريبا أكثر المشاكل انحلت. يعني عدد الآليات عندنا تقريبا هسه حاليا مكتمل، يعني عندنا نقص آليات فشي قليل. العمال كانت المنح اللي تنصرف لجور العمال كانت منح بسيطة، كنا ما نسد يعني ما نقدر نشغل عمال نغطي على كل القضاء. حاليا لا، أجور العمال جيدة وممتازة.